نحن نلتزمها في حياتنا العملية. هناك مصدر ثاني هو السنة النبوية بعد كتاب الله عز وجل. نعرف هذه السنة تعريفا كالعادة لغوية مصطلحية، ثم نرى مباحث جميلة ومفيدة في السنة النبوية التي تأتي بعد كتاب الله بعد القرآن الكريم. السنة اختصارا في لغتي هي الطريقة والسيرة، حسنة كانت أو سيئة. السنة لغة هي الطريقة والسيرة، سواء كانت حسنة أو سيئة. وتطلق السنة كذلك على الشيء الذي يقع باضطراد، يعني في اللغة مثلا، وتطلق السنة كذلك على الشيء الذي يقع باضطراد باضطراد مضطرد، يعني شيء مضطرد باضطراد وثبات. لا يتفاوت ولا يختلف ومنه قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ومنه قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله، يبارك فيكم، اهتموا بالحركات والسكنات وأحسنوا رسم الأحرف في الآيات القرآنية. أو في الامتحانات لقيت أشياء عجيبة وغريبة، أخطاء لا تطاق. نتسامح في الحديث النبوية وفي الكلام مع البشر، أما في القرآن لا. يبارك فيكم، عودوا إلى المصاحف وأتأكدوا من الرسم حتى تكون الإنسان أمين. هذا كلام الله عز وجل. سنة الله التي قال خلوا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. شيخ، ما معنى الاضطراد؟ نعم، الاضطراد هنا فكسر الكراش ما نشرح معه أدوه من بينه إن شاء الله. قلنا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سورة الأحزاب. ومنه يقال السنن الكونية، ومنه يقال السنن الكونية، وهي أمور الخلق، وهي أمور الخلق الجارية، وهي أمور الخلق الجارية على نسق ثابت، على نسق ثابت مضطرد، مضطرد لا يتفاوت ولا يختلف ولا يتبدل. يعني هذه من معاني السنة. أقول لك سنة كونية، تعرف سنة كونية أنه تجي تجتمع السحب بعد تتبخر من البحر وتتراكم وتنزل الأمطار، سنة كونية. رب العالمين سبحانه وتعالى جعل النظام مضطرد، يعني لا يتخلف ولا يضطرب. شوفوا انتم الشمس، الشمس يعني تطلع في التوقيت المحدد، حتى نحن اليومية لو نشوفه
قلت له ويك الشروق 27 دقيقة بالضبط. أصبحت في غاية الانتظار. الحاجة لما تضطرت وتنتظم وتكون على نسق واحد وثابتة ما تتغيرش هذاك يسموها سنة، لكن مش سنة شرعية، سنة كونية. واضح؟ فكلمة السنة كذلك عندها معنى آخر، هذا في اللغة. اللي هنا نحن مصطلح الشرعي نشوفه اصطلاحا، يعني في اصطلاح الشرعي ما معنى السنة؟ قال العلماء ما صدر السنة هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن. هو يصدر عن القرآن زاد، هو شكون علم القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ علينا القرآن، علم الصحابة ثم وصلنا. لكن هنا مش نبين مش نفصل. ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. من قول أو فعل أو تقرير. إشارة أخرى كذلك الأصوليون كذلك عندهم اصطلاح خاص مرات، والسنة في اصطلاح الأصوليين. شنو معنى الأصوليين؟ يعني كذا الإرهابيين والطرفيين والزبدين، الناس ونحن وسائل الإعلام الغربية وأذنابهم من المنافقين، يقول لك راهو شدوا مجموعة من الأصوليين. واحد يفرح يقول شدوا شيوخ يعني مختصين في علم الأصول، أو يأخذ الأصوليين يعني اللي يرجعوا للأصول، اللي يرجعوا للدين، يرجع للثوابت. هذا هو يطلق عليهم، وهذا مصطلح غربي، يعني هم يترجم ركيكة، ترجمة حيوانية ببغائية هكذا. لكن الأصوليين مصطلح شرعي، كما مرة واحد صحفي مشهور كي يجي ديما في واصبح مستشار يعني في القنوات المعروفة اللي تجينا كثيرا، معروف وباتزامه مجتمع المياه مرة المرات في التلفزة، حتى التلفزة التونسية كذا، وخرج مقال سماه علم الرجال. علم الرجال وريك الجهل، يعني جهل النخبة أو النكبة المثقفة التونسية ما تعرفش المصطلحات الشرعية. هو علم الرجال علم قائم الذات، بدا من القرن الثاني هجري إلى يومنا هذا، يعني عمره 1200 سنة تقريبا. علم معروف علم الرجال يعني يتحدث على الرجال الذين حملوا وحفظوا واستوعبوا وتلقوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحدث على فصيلة معينة، رجال الإسناد يعني رجال الحديث، علم كيف اسمه علم الرجال. كاتب مقال هو سماه علم الرجال. قريت المقال فرحت، قلت ما شاء الله العدد هذا يولي يحكي على السنة، يخلي يحكي على رجال السياسة وكيفاش العلم هذا يلزم اختصاص ويلزم نعمل مؤسسات تخرج لنا الساسة والحكام والقادة والزعماء. ويا بابا قلت شوفوني الراجل ضايع مسكين لا علاقة له بالمصطلحات الإسلامية. فتحس يعني بالانفصام وتحس الغربة تعلمون هذه على دينها. قلنا السنة في اصطلاح الأصوليين، والأصوليون نوعان مرات، ثم أصول الدين وأصول الفقه. لكن إذا قيل الأصول فتنصرف إلى أصول الفقه حقيقة، لأن أصول الدين كلمة جاءت متأخرة. يعني أول ما بدأ عهد الإسلام كان يقول الإيمان والتوحيد، هذا مصطلح الشرع الأصيل. وبعد طور شوي ولا اسمه علم الكلام، لأنه اختلفوا الفرق في كلام الله عز وجل، وجد خلق يتخلق القرآن وكذا كذا. وبعد ولا اسم أصول الدين، وأول من كتب أظن هو الإمام أبو حنيفة في مسألة لدي أصول الدين سماه الفقه الأكبر اللي هو أصول العقيدة الإسلامية. أما إذا قيل الأصول فتنصرف إلى أصول الفقه. قلنا السنة في اصطلاح الأصوليين غير السنة، والسنة في اصطلاح الأصوليين غير السنة المتقدم ذكرها، غير السنة المتقدم ذكرها في قسم المندوب. أقول هذا السنة وهذا فضيلة وهذا مندوب. غير السنة المتقدم ذكرها في قسم المندوب من أقسام الحكم. حكم ماذا؟
التكليف. ومعرفة الحكمة التكليفية هي الواجب أو الفرض والمستحب والحرام والمكروه والمباح، خمس أحكام تكليفية من أقسام الحكم التكليفي. فاصل. فإن تسمية المندوب بين قوسين سنة اصطلاح الفقهاء. فإن تسمية المندوب سنة بين قوسين اصطلاح للفقهاء. وتاريخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وتاريخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم فيها من دماء ومن أحزان ومن آلام. الله يتقل السيرة النبوية تعيش في عالم آخر، والإنسان من كثرة الغربة اللي يعيش فيها على الأقل اسمه يفر بقلبه وبروحه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل ولو بالخيال ولو بالفكر. فلازم يدرس السنة السيرة النبوية، ودراسة السيرة النبوية من أعظم المباحث الشرعية. أنا والله أتذكر لما فتحوا جامع الزيتونة معمور سنة 89 طالب العلي المجرم اللي مشارك معكم الشرعية، أعوذ بالله، هذا فتح جامع الزيتونة حب يعمل دعاية سياسية، فاستدعينا المشايخ وخرجناه مع بعض 80 90 جاب درس، فربي كرمني أنت دبت ودرست معه. فالمادة اللي اخترتها مش الدرس، اخترت السيرة النبوية لأنها المادة الجامعة. ففي السيرة النبوية تستطيع درس التوحيد والعقيدة، تستطيع درس القرآن والسنة واللغة والأصول والفقه وكل شيء، والحمد لله. لأنك تقول السيرة النبوية يعني سيرة الإسلام، يعني تاريخ الإسلام. فأوسع مادة في الدراسات الشرعية هي السيرة النبوية، وهي فسيحة ما شاء الله، فيها ما فيها من العلوم النافعة والحكم البليغة. قلنا وتاريخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيرته وأيامه، وهو سيرته وأيامه منذ أن بعثه الله عز وجل، منذ أن بعثه الله عز وجل حتى قبضه إليه، حتى قبضه إليه من سنته، من سنته. فكما يراعي الفقيه، هذه إشارة جميلة، المجتهد المستنبط مش ياخذ نصوصك هو شايح، لا، النصوص عندها أسباب ورود وعندها أسباب نزول وعندها حيثيات وعندها بيئة وعندها يعني إطار كامل نزلت فيه. فكما يراعي الفقيه نصوص أقواله وأفعاله، فكما يراعي الفقيه، وإذا قيل الفقيه مقصود به المجتهد ولكن لا، فكما يراعي الفقيه نصوص أقواله وأفعاله وتقريراته، فمراعاة الحال والزمان جزء من ذلك بمنزلة مراعاة المكي والمدني في القرآن، بمنزلة مراعاة التمربوطة طبعا المكي، يعني الآيات التي نزلت بمكة، القرآن المكي. وشفنا الإمام السيوطي، حدثكم مرة كيفش السيوطي يعني أبدع في علوم القرآن، حتى أن الأصول ماذا صنع رحمه الله؟ اجعل في كتاب الإتقان القرآن المكي والمدني، القرآن الصيفي والشتوي، القرآن الليلي والنهاري، القرآن الحربي والسلمي، القرآن يعني شيء عجيب، القرآن السمائي والأرضي، القرآن تحت أرضي، سبحان رب العظيم. يعني الآيات اللي نزلت حتى تحت الأرض يعرفها، وقت شنو كان نزلت.
والقرآن الشتوي فهم القرآن نزل في الشتاء مضبطينه، القرآن نزل في الصيف، القرآن نزل في السماء في السماء، القرآن النومي، القرآن نزل عندي وهو نعم كل صورة الكوثر جئته وهو نعم. يعني القمة في العناية والاهتمام والحظوة التي لقيها كتاب الله عز وجل، هذا لم يجده ولم يفرح به كتاب بشري أو سماوي في تاريخ البشرية، فماش إلا القرآن. قال بمنزلة مراعاة المكي والبدني من القرآن ومتقدم النزول، ومتقدم اسم مفعول، ومتقدم النزول ومتأخره، ومتقدم النزول ومتأخره، ومعرفة زمن التشريع يعني وقتاش شرع مثلا حد شرب الخمر باش نعرف، متى شرع النقاب والحجاب والمرأة باش نعرف الزمن. توا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سيدة يقول لك صحابي انا رايت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وراها بدون نقاب ودون حجاب، قلت سبحان الله تهم زوجة النبي يقول من عقبيتهم علي ومكشي وكشفي على وجوه، نقول لا هذاك قبل ان ينزل حكم الحجاب والنقاب وقبل ان ينزل، يعني ثم اوقات وثم تاريخ لازم نضبطوها. ومعرفة زمن التشريع سبب لصواب الفقيه، سبب لصواب الفقيه كمعرفة أسباب النزول للقرآن، كمعرفة أسباب النزول للقرآن أو أسباب الورود للحديث، أو أسباب الورود للحديث. وهذا بطبع حلم كبير الآن حتى في الدعوة لله عز وجل، فهمك بعض الناس عندهم تختلف في الفرق والجماعات الإسلامية، بعض الناس يرى بأن المرحلة بتاعنا هي مرحلة مدنية، يقول لك الدين كمل، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدولة الإسلامية قامت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة المسقطة اللي كان يوم 19 و24، إذا فالدين موجود، الناس كلها تعرف الدين، فلا يعذر الجهل بجهل، وتوا الناس كل زمان طبق الشريعة، واليوم الحاجة واللي يشكك فيها كافر مرتد، فبحكم يعني هكذا بالجملة وفي شيء من الشدة والحزم، ثم الناس كلها تقول لك لا، نحن في مرحلة مكية، زادت الناس غاصة في الشرك وغاصة وارتدوا ورجعوا كما كانوا ويعبدوا الأوثان ويطوفوا على الأضرحة والأولياء وعندهم ضلالات في العقيدة، فنحن مضطرين باش نراعي المرحلة هذه مرحلة استضعاف فكثر من الدعوة وغص العقيدة. وثم ناس يقول لك لا، لا هي مرحلة مكية ولا هي مدنية، هذه نص نص منزلة بين منزلتين، فيحبوا يلفقوا شيء من هكا وشيء من هكا، فهي مكي مدني واضح. فمعرفة السيرة ومعرفة الأحكام هذه يسهل لنا حسن التنزيل على الواقع بتاعنا، لأنه ثم الفقه، فقه النصوص يجي في الراس، وثم فقه آخر اللي هو فقه الواقع. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه المادع أعلام الموقعين على رب العالمين يقول جملة جميلة، يقول ينبغي على المجتهد قبل أن يبد في مسألة أن يحصل علمين اثنين، عفوا فقهين اثنين، الفقه الأول وفقه الواقع اللي نحن عارفين عليه ده، والفقه الثاني علاش قال فقه الواقع؟ قال الفقه الأول فقه الواقع حتى يتحقق ما يسمى بتحقيق المناط، في وصول الفقه ثم تحقيق المناط، يعني لازم البيئة تكون متوفرة والإطار متوفر باش تنزل الحكم الشرعي هذاك، فمش الحكم اللي مش الكلام نقولوها للناس اللي في الشام الآن كما نقولوها للناس اللي في اليمن ولا نقولوها للناس اللي في تونس. لذلك برشا إخوة تلقى ما عندهمش فقه الواقع، يجي تونس اللي يحكي على أشياء لا علاقة لها بتونس، كيما اللي يمشي مثلا في المنازة وفي المنارات ويبدا يحكي على الناس ويقول يا جماعة ما تعبوش رواحكم، ما تكثروش من قيم الليل، عليكم بالوسط وعليكم باليسر وهونوا على أنفسكم، والكثرة في العبادة ما هي طيبة، راه الإنسان ربي يكون وسطي. أخي شفتم أنتم يقيموا في الليل يا جماعة، عندكم ساكن ولا يعني معروفين على كامل الاحترام ديالهم،
بالعكس عندهم تزهيق وعندهم بعد والمساجد معهمها خالية. فالمفروض اللي يمشي المقطف إلى أي حدث مع أمور لا علاقة لها بالبيئة ذيك يحكي له مع أمور قوية ومسائل فكرية وسياسية ما تهمهمش. فيلزم الإنسان يخاطب القوم بما يفهمون، وهذا من الفقه في الدعوة. ويلزم يحاول أنه يعالج مشاكل الآنية الحينية الموجودة، مشاكل الساعة، مشاكل مثلا عند الصحوة في الخليج غير مشاكل نحن في تونس. ثم بعض الإخوة في وقت من الأوقات يبيعوا في يوزعوا في مطويات تحريم الدش، دش يعني البارابول، تحريم في مطوية توزعت وانقرضت حتى في السعودية ما عادش يوزعوها. الناس كلها اللي عندها دش في الديار، حتى الشيوخ يقولوا جاوا دخلوا دش باش يتبعوا الأوضاع. نحن كيفاش عرفنا المشايخ والمعارف هذه والبرامج الطيبة؟ عن طريق الفضائيات. صحيح في وقت من الأوقات حرموا الشيوخ لأنه يعني كانوا ينظروا على أنه هو سبب فساد ودخل لنا المصائب ويجيب يعني مناظر قبيحة. كما كذلك الشبكة العامة الكبوتية للإنترنت، من حرمها يجيش تو وضع مطويات عن تحريم الإنترنت ولا النظر في الفضائيات؟ لا يعقل. تجاوزنا المرحلة ذيك والناس طرحت لها يعني المصالح والمفاسد ورجحوا مصلحة استعمال الفضائيات والوسائل هذه الإعلامية ووسائل التواصل اللي هي فيها خدمة كبيرة للإسلام والدعوة لها عز وجل. فلازم واحد يحين الأفكار نتاعه ويحين النصوص باش ينزلها على الواقع من غير ما نغيروا كلام الله عز وجل، من غير ما نخونوا الدين هذا، من غير ما نحرفوا الكلمة عن مواضعه. هذا يسموه فقه التنزيل، فقه تنزيل النصوص على البيئة والنفوس. ففرق بين إنسان يحفظ برشا في رأسه وبين إنسان يعرف البيئة. فيجب يكون حافظ وعارف البيئة. الأمراض الاجتماعية عنه ومصايب شيء رهيب يعني. ولذلك الفقيه المفتي يجب يسمع سؤال يستوعب مليح ويجاوب الإنسان. أنا مرات سيدي مرأة يا شيخ أنا تعرفت أنا وزوجي وكذا كذا، أقول أنت قداش عمرك بنت؟ كذا كذا يا عمري متزوجة أختش زوجتي قداش عندك أطفال؟ وين تسكن؟ كذا معلومات دقيقة. كل قائمة عندهاش علاقة بالفتوى، لكن أنا نحاول نتصور البيئة اللي تعيش فيها الماضية باش نجم نعطيها جواب يوافق ويتساوق مع المشكلة بتاعها، مش نلقاها حل. مش عملية حسابية واحد واحد يساوي اثنين، لا. لازم المفتي يكون فاقا بالواقع ويكون عالم كذلك بالبيئة والمجتمع باش يلقى مخرج للناس ويلقى لهم ان شاء الله التيسير ويلقى لهم الرخصة. فنحن بعض الإخوة غفر الله لنا ولهم يحفظ شوية حديث ومتون وبعض المسائل وكذا ويحب يطبقها بحذافيرها ويبدا يمشي كالقطار كما يقولوا، ما يوقفوا كان حيط. يقول راه ثم ظروف، راه ثم أشياء صعبة ما نجموش نعملوها الآن، أجدوا شوية. لا يقول لك يسيكم الجبن والخوف. عجيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جبان، صلى الله عليه وسلم لما أجل بعض الحاجات حاشاه ثم حاشاه، هذا بيقولها كان مجرم ولا كافر ولا زنديق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الكعبة مبنية على غير أصولها، وإلى الآن قال مبنية غلط. كما قلت لكم شكل الكعبة مستطيل. هكذا هذيك الخنبلة كما قلت. لكن الحج إسماعيل هذاك كان الهلال هذاك داخل في الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة كما في البخاري، قال لولا أن أهلك الحديث عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. ولكن لم يتجرع النبي صلى الله عليه وسلم على هدم البيت. لو كان هدم البيت راه كفرت معظم الصحابة وخرجوا من الدين. وراهم حتى المشركين زادوا تقلبوا عليه. قالوا هذا نبي طايح في دار ربنا. كيفاش تكونوا نبيا؟ واضح؟ فهذا ما يسمى في علم قصد الشريعة النظر إلى المآلات. عبد الله بن أبي بن سلول معروف منافق واحد مجرم والعياذ بالله، وسب النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب يعني جريمة كبرى عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجاء سيدنا عمر في غضب وحمق قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم دعه سيبه ما تكلموش. أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ انظر إلى الأصداق وردود الفعل الدولية كما تقولت والإقليمية حول قتله. هذا عبد الله بن أبي بن سلول رجل ما شاء الله عنده وزن كبير في المدينة، كان سيرشح رئيسا على المدينة مش يولي حاكم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولد الناس كلها تلتفت حوله، حسد النبي صلى الله عليه وسلم ونقم عليه وأصبح يعمل في الدسائس خالي. يعني نجمه نتهموه بالخيانة العظمى ونعدموه، والقانون الشرع معروف ما حتى مشكل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر للعيد وهو أيد بالوحي،
قال دعه. علاش؟ أتريد أن يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ولذلك نحن زلنا نجد الصراعات بتاعنا والاقتتال والخلافات تطار في جامعة برق طعام. هذه السلفية وهذا النهضوية وهذا التحرير وهذا الصوفية وهذا التبليغ ويقف بعضهم البولية والشيوعيين شيخين برا واحتلوا يعني ما شاء الله المؤسسات وفكوا الوزارات والجمعيات والفضاءات ويبني ويأسوا مع قاضي طعامه على اسمها وصفات الجامعة. وش دخلوا في هذا؟ الحيطات جهل كبير. يودي الأجل والعركة الخصومة هذا معجلة نعمل وقت القاعدة الذهبية بعد التعديل بتاع محمد رشيد الدار نتعامل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. ما تعذرنيش به ولنتحاور فيما اختلفنا فيه. نقعد نتحاور حتى 10 أو 20 سنة. ما فيش قانون تقصير يعني. نحن عندنا يا تجي معايا يا إلا بيكوا عليك. كيما بوش قاعدين مش معايا على الإرهاب. المنطقة هذه المنطقة الإقصائي اللي فيه عجب وغرور وغلول هذا مرفوض إسلاميا. وهذا سبب الهزيمه تاعك. انظر دوا الجماعات المقاتله في الشام خلاهم بشر النعجه العدو الحقيقي وطاحوا شبه في بعض. هذا يا داعش وشنو وهذا يا فرق جماعه النصره وجماعه كذا وكلهم على خير وهم مسلمين وكلهم يحبوا الشريعه ويحبوا الدين قتلوا معاهم تقريبا في قتيل ويسجنوا ويأسروا مجانين مجانين بأتم على الكلام لانهم مشاو القاتل ما عندهمش علم. هكذا واحد ما يقدرش يعرف شقر الفاتحه واصبح قاري شرع ويعدل في هذا ويضرب في هذا. ومن هنا جاءت الهزيمه او كعاد وطغاه وعاد الجلاله ولا حول ولا قوه الا بالله. فالمشكل فينا نحن. نحن لم نفهم الاسلام على اصوله ولم نفهم القواعد على الاختلاف وعلم الاختلاف ولم نتعايش فيما بيننا. فكيف نتعايش مع الناس الاخرين؟ تو نجي نقول لولادي تاخي وربي نحن كنا توانسه كنا وخيان كنا نتعاون على البر والتقوى وحتى اللي غلط واللي خرج على السكه ندعو له بالهدايه. قال لي كيفاش تكون تقول كنا تواسى وكنا خير؟ اعوذ بالله هذا كلام هذا لا يجوز شرعا. كفار مرتدين طاغوت طخ وكلاب بعضها وين وصلنا نشوف اليوم في روات البارح 7 قتلى و15 فضايح ودماء. اقامنا دوله اسلاميه بالتفافيش انا ما اقامناش فحسب الله ونعم الوكيل. فيلزم قراءة القرآن والسنة قراءة متروية، يلزم حكمة، يلزم صبر، يلزم أناة، يلزم نتحاور من بعضنا الصالح ونفهمه ونتعايش إن شاء الله وبإذن الله لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صبر وسكت على برشا عوج نظرا لأنه لو كان غيره لو ترتبت عليه مفاسد كبرى. فانظر إلى النظر إلى المآلات وعمل ما يسمى بسد الذريعة، سد ذريعة الفتنة ما حبش يحل باب البلايا ولا باب الفساد. وهذه كلها مقاصد شرعيه يجب ان تدرس لدى الدعاه ولدى طلبه العلم. ربي فقهنا في الدين وربي بصر. اقسام السنن ان شاء الله شوفوا اقسامها بالتفصيل باذن الله. وان كانت نظرتها في علوم الحديث لكن هذا ملمح اصولي يقترب من علوم الحديث ولكن في بعض الاضافات. القسم الأول السنة القولية. ما قلنا السنة تنقسم إلى قديش من قسم؟ قولية ثم فعلية ثم تقريرية وثم من يضيف لها الصفة بعض الصفة الخلقية والخلقية والسيرة وكذا. هذا لكن جمهور العلماء يعتمدوا ثلاثة هذه الثلاثة أركان ثلاثة ركائز قولية فعلية تقريرية وسنرى تفصيل ذلك إن شاء الله. وقلنا كي يتقابلوا سنة قولية تتعارض مع سنة فعلية ماذا نقدم؟ الفعلية أصابع من غير اعتصامات ومظاهرات. شنو قلت؟ نقدم السنة الفعلية. هو فعلية ولا قولية؟ فعلية مع بعضها فعلية؟ إيه شكون قال غير هذا؟ وعلاش نقدموا فعلية؟ ما عندكش دليل، اللي ما عندوش دليل راه ما يلزمش يجاوب. يا اما تجاوب بالدليل ولا تسكت خير، تقول الله اعلم. ومن قال الله اعلم علمه الله ما لا يعلم. وقال قبل سفيان الثوري لعبد المبارك وعلماء السنه قالوا لا ادري شطر العلم. كيف تعرف كيف تهدي قبل ما يقرا. نحن ذي ما عندناش. الا ما رحم ربي. حتى بعض الشيخ مرات يجاوب يفتي. هات هات. اي سؤال يجاوب عليه. ولا سمعت نهار واحد قال لا ادري الله اعلم. علاش؟ من تواضع لله رفعه.
إذن فالدليل الكلام الراجح في أصول الفقه أنه إذا تعارضت سنة قولية وسنة فعلية نقدم السنة القولية وليس الفعلية. لماذا؟ لأن السنة القولية هي أصرح وأفصح في البيان والدلالة، أصرح أكثر صراحة في الدلالة وأفصح في البيان. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نسي إليك، فالبيان بتاعه بطرق عديدة، بيننا بالفعل والتقرير ولكن بالقول، وأصرح دلالة وأقوى أسلوب هو القول. فلما تتعارض سنة قولية وسنة فعلية إيش نقدموا؟ نقدموا القولية. شكون يجيب لي مثال؟ تفضل أنت عندك اعتراض. صحيح كيفاش تتعارض؟ ثم مرات نصوص تلقاها كاينة تتعارض، ظاهرها التعارض ولكن تستعمل وفقوا بلازم. مثلا نعطيهم مثال وبالمثال يتضح الحال كمان. يقال في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يا ولادي اهتموا بأم عائشة، أعملوا شوية مطويات وانشروها، مروا الشيعة يخدموا، رام هرهت كوها البلاد، وفي حرية الضمير هذه مش يعملكم جمعيات وروضات ومعاهد وفضائيات، الشيعة ولا ما يعملش، فأنتم اتحرك وانشروا، عرفوا الناس بالصحابة، وعملوا على الأقل هكذا توقيح، تطعيم كما يقال، مش الناس يعرفوا، حتى كي تجيهم فكرة خايبة يكونوا ملقحين في بالهم، مش الناس هكاك. كما قال الشاعر، قال عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف القلب الفارغ فتمكن، يعني القلب كده فارغ تعلق به الشبهات وتتمكن منه الطرهات والضرائب والعياذ بالله. إذا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في رمضان أو غيره عن 11 ركعة. ما زادش لا في رمضان ولا في غيره، في التراويح ولا في غيره. كان القيام بتاعه 11 ركعة. واضح هذا فعل ولا قول؟ فعله، وصفت فعله. حديث ابن عمر في الصحيحين كذلك، يعني كله ذوق 24 كله ممتاز عيار واحد. في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني زوز وتسلم زوز وتسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم، في رواية خاف أحدكم الفجر فليوتر بركعة. انتهى. قال العلماء توا هذا حديث من المؤمن عائشة حدثتها ما حدش ركعة، ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدد يقول صلاة الليل بلاش حساب بلا عد مثنى مثنى، ما حددهاش ما حددهاش، الحمد لله نعم. هذا الباب الثاني يفتح لنا الحساب والعد، فتصلي 10 20 30 40 انت حر. واضح؟ فاذا كانت عرض سنه قوليه وسنه فعليه نقدم القوليه، قال لك لانه القول بتاعه اصرح وافصح في الدلاله والبيان، يعني اكثر توضيحا. واضح؟ فبعض الشباب عندنا نحن تعرفوهم ما يحبوش يزيدوا على 10 ركعات، يعني يصليوا 11 ركعه 13 ركعه ويخرجوا من الجامعه. قول لهم علاش؟ يقول لك لا بدعه هذه، ما فماش منها 20 ركعه. وثبت في الموطأ وفي غيره من الكتب انه كان في عهد سيدنا عمر يصلي 23 ركعه بالشفع والوتر. فثبت بالسند الصحيح ال 20 ركعه هذه موجوده. العلماء يقولوا هؤلاء قد اخطاوا لانه الامر واسع فلا نضيق، والسنه والحمد لله واسعه. انتم كي تقرأوا ترجمه الامام احمد بن محمد رحمه الله في كتاب مثلا كتاب مشهور اسمه مناقب الامام احمد، كتابه ابن الجوزي مجلد كامل هكذا، يذكر في المناقب بتاعه بسند صحيح انه رحمه الله كان يصلي في اليوم والليل 100 ركعه. زعم الامام احمد ان الامام احمد مخالف للسنه حاشاه، ولكن فهم النصوص وعرف كيف يستعملها، فيصلي ما شاء الله في القيام يعني بلا عد. فلماذا نضيق على الخلق؟ صلاه الليل مثنى مثنى، يعني اشرع الصلاه المفيد ركعتين وسلم، يا ركعتين وسلم. واضح؟ فاذا كان خوف من الفجر مش يطلع تختم صلاتك بالوتر. واضح؟ فلما نلقاو حديث كيف هذا فعلي حديث ام المؤمنين عائشه وهذا قولي نقدم القولي لانه اصلح. والاخوه اللي يقصوا على 20 ركعه ويخرجوا
قد حرموا ثواب قيام الليل مع الإمام لم يكتمل، لأن الحديث يقول في صحيح السنة من قام مع إمامه أو في رواية مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني حتى يروح الإمام، حتى كم صلاة يصلي الوتر، حتى الوتر ينام، حتى الوتر صليها معه، بعد الناس يتكع على راسه يقعد يرتاح قال مش نرجع ثاني نصلي، يهودي تحرك من أجل الثواب، صلي مع الإمام، يعني تكون ثم انسجام في الجامع، مش ناس تصلي ناس راخنة ناس متكع ناس راخنة ناس قاعدة، قلب واحد على قلب رجل واحد، فالناس كلها تصلي، فنجم نصلي أنا التراويح والشفع والوتر، بعد نرجع نقوم بكير قبل الفجر، نحب نزيد نصلي، لا بأس، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، لا بأس، من غير ما يمس الوتر يخليها عادية، فيصلي ركعتين أخرين ولا أربعة لا بأس، جايز الأمر، ما في حتى إشكال، فإذا الإنسان يكون عنده فقه في الدين، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه كما شفنا في أول السنة هو فهم مراد المتكلم، يعني قراءة ما وراء السطور، فمقصد الشريعة هذا علم عزيز، نتمنى لو كان ندرسوها كامل إن شاء الله، ولو باختصار ممكن، ونأخذ منه بعض القواعد الفقهية وقواعد الأصولية اللي تعمل ملكة لدى طالب العلم، تخليه يفهم حقيقة النصوص القرآنية والنبوية. نعود إلى السنة القولية إذن، السنة القولية هي أقوى السنة وأكثر دلالة وأعظمها، يندرج تحتها، نحط ويندرج تحتها نوعان، يعني ثم زوز أنواع يدخلوا تحت السنة القولية ويندرج تحتها نوعان، نرجع رأس السطر، الأول القول الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح القول الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إنما الأعمال بالنيات، هذا أول حديث الدليل البخاري صحيحه وتبعه على ذلك النووي وغيره من العلماء، إنما الأعمال بالنيات متفق عليه، هذا أعلى أو أقوى وأجل الدرجات في السنة القولية. الثاني يجي في مرتبة ثانية، الثاني ما فيه معنى القول، ما فيه معنى القول كقول الصحابي رضي الله عنه، الصحابة أدرسوا عليهم وقرار الشيعة عرب مكفرين بكل، تصور يجيك واحد يقول لك تهم طلعوا كفار الصحابة في أفكارهم تهم بهم عليهم مش بيش تجاوبي يا طالبة العلم اللي تقري في الجمعية القرآنية والدراسة الإسلامية تقري حدا فوق ولا تظنين كف ولا كفرين، لا يزمك تحسني إقناعه قل هاتوا برهان من قدم صادقين، فعمل دراسات من أي تبع من هكا كراس تحكيد بين فيه الأدلة، مش كونهم الصحابة نعرفوه من هو الصحابي، في تعريف أهل السنة مش كما أهل الشيعة، الصحابي عندهم كل ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مجال صحابي، حتى يعني اسم الفراعنة واللي ارتدوا كلهم صحابة المنافقين، مش صحيح، احنا الصحابي عرفوه كما ابن حجر يقول في النخبة هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، شرط هم حتى إذا رد يعتبروا صحاب لكن ارتدوا، فهذا تفصيل به ويجيبوا كل آيات تذكر فضلهم وقول العلماء والاستدلالات والحديث ما شاء الله، يعني إذا كان كفر الصحابة يعني الدين يكون طاح في الماء، وشكون جاب لنا نحن القرآن والسنة؟ هو الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبوا يهدوا الدين عن طريق ضرب الواسطة، فلازمكم تتسلحوا حضروا ربح وريد الضمير هذيا مش طير علينا النوم معاشر الدين، كان عندنا قبل الطبع وعندنا غيره، قلنا وما في معناه القول كقول الصحابي رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، أو نهى عن كذا، فهذه صيغة فيها معنى القول،
حكم المرفوع. نعم. فهذه صيغة فيها معنى القول بطريقة غير مباشرة. بطريقة غير مباشرة. لأن الأمر والنهي إنما يقعان عادة بالقول. إنما يقعان عادة بالقول. فله حكم المرفوع. فله حكم المرفوع. لأن الآمر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشارة أخرى. وأما قول الصحابي من السنة كذا. فمحمول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون استفيد يعني هذا الحكم، وقد يكون استفيد من سنة قولية أو فعلية. والغالب على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في أصلها تشريع لأمته. إلا ما استثني بدليل صريح لم يقصد به تشريعا. كما قضية تذكرونها مقصة اسمها قضية تأبير النخل. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في المدينة فوجدهم يأبرون النخل يسمونه أقيم، يركبوا شيئا في الشجر. فقال ما أظن ذلك ينفع، يعني كأنه قال ما يوجد في ذلك شيئا، يعني ما هوش ينفع. كنا أتكلم من باب الاجتهاد والتجربة الدنيوية. فتركوا تأبير النخل لعل ذلك بروح. فطلع النخل شيصا جيك الفست. فقال رسول الله أنت، فرد عليهم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. وفي رواية أخرى إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن.
يعني ثم كلمات اللي هي علاقة بالواحد بالتشريع تكون تخرج مخرج التجربة والأمور الدنيوية وهذه نادرة، لكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقواله كلها تشريع، ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باختلافه. النوع الثاني القسم الثاني السنة الفعلية. وهي الأفعال النبوية، وهي الأفعال النبوية التي أريد بها التشريع للأمة، التي أريد بها التشريع للأمة. وتعرف بقرائن تدل على ذلك، وتعرف بقرائن تدل على ذلك. نقف عند هذا الحد، فنشكون عنده سؤال، نشكون عنده استباح، بل ما نتوقف برشا في التفصيل هذه، هذه مباحث طيبة وجميلة، فلا بأس ناخذوها أولا أولا حتى نستوعبها، لأن أصول الفقه كما قلت هي مادة صعبة الهضم، ولكن بإذن الله تعالى الإنسان يقبل عليها بطريقة حكيمة، متوكل على ربي يستطيع استوعابها إن شاء الله. شكون عنده استباح فليتفضل. تفضل. قلنا إذا تعارضت السنة القولية والفعلية نقدم القولية. فما دليل؟ اللي ذكرناه نحن. احنا قلنا العلماء يعني. لا لا، نحن قلنا المباحث هذه في أصول الفقه، العلماء استخرجوا قواعد في أصول الفقه، والقواعد استنبطوها من الكتاب والسنة، أنا أعطيتك القاعدة، أما أصل الدليل لم نأتي به، ولكن عموم قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، قالوا البيان يكون أول ما يكون بالكلام، فالسنة القولية شوفي حتى في أصول الفقه، ديما يقدموا القولية عن الفعلية، لأنها البيان يكون بالكلام. ورب العالمين سبحانه وتعالى كلفنا وأمرنا بأن نسمع كلام الأنبياء أو من ينوب عنهم، أما الفعل يكون في مرحلة ثانية، يجي في المرحلة الثانية لأنه ممكن يكون غامض شوية. لو أنت كتشوف النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد، زعما هذيك تشريع ولا حاجة جبلية، شنو اللي يخليك تفرط؟ تقعد في حيرة من أمرك، لكن لما يقول لك افعلي كذا واتركي كذا، فيها غموض هذه؟ ما فيهاش، فهي أصح وأفصح في الدلالة والبيان. تفضل انت فاطمة صباح. خارج الدرس شيخ. خلينا نشوفوا اللي في الدرس وبعد كي تبقى وقت نعطي البوليس لجماعة خارج. تفضل. ألا يدخل هنا في حديث الشيخ يعني قبل الحديث يعني خالف اليهود والنصارى في صيام يوم السبت؟ جاء يعني حديث أرجح منه، فلا يدخل هنا في القول يعني في حديث الشيخ. ما استوعبتش السؤال وما فهمتوش، لذلك لا أستطيع الإجابة. قاعدة في المنطق تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوري، أنا لم أتصور السؤال. ممكن أنت وضعت لي طريقة باش تشرحه، زيدي خذي راحتك. رجع الفس مليح، تفضل. وحي يعني من شروط السنة أن غير ما أن تكون من الوحي، معناها كان من الوحي ممكن نعتمد في التشريع، ولكن غير الوحي لا يمكن نعتمد في التشريع. أي مش كيف تميز نحن؟ تقول هذا وحي مش وحي. توا اللي أتينا في السنة الفعلية باش نميزوا بين الحركات الجبلية، كما الحركات البشرية مثلا أحيانا تدخل فيها الأكل والشرب والنوم والاضطجاع وكذا، فهذه حركات معظمها جبلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رغب في هيئة معينة أو حركة معينة تولي هذيك تشريع، تولي فيها استحباب وفيها فضيلة. أما الحركات الإنسانية البشرية الجبلية فالأصل فيها أنها ليست فيها اقتداء وليست فيها تشريع. واضح؟ سيدي سيدي
المعروف معناها مقاصد التشريع معناها المعروفة هي حب الله وسخط بالمال معناها سيدي حسب رأيي الشخصي حب نعرف يعني نرى المقاصد هذه ما زالت كافية في الزمن هذا وإلا لا يقول لي أنا حسب معناها المقريت أنه تجدد المقاصد يعني فما احتياجات ينتجها كل عصر معناها تجعل أنه يجب معناها تجديد هذه المقاصد يعني إضافة مقاصد أخرى لهذه المقاصد. صحيح هو فهم الشيخ طارق العاشور رحمه الله أضاف في كتاب مقاصد الشريعة مقصد سادس اللي هو الحرية وأستنبطها من علوم النص وكذا وكيف أن الإسلام جاء ليحرر العبيد وليحرر الناس من الشرك وكذا فقال مقاصد الشريعة هي الحرية واعتمدوا هذه العديد من الحركات الإسلامية وركبوا على الفصل هذا وعلى الشيء هذا بشيء يعني بشر تجاوزات مع كامل الاحترام ولكن فيها نظر مثلا هي وصول الفقه الحقيقة ما فماش حاجات كبيرة لتجديدها لماذا؟ لأنه الأصول هي معرفة أدلة الأحكام باش نستنبط منها الحكم الشرعي الاجتهاد يجي في فهم الواقع وكذلك في حسن تنزيل النصوص على هذا الواقع ومقصد الشريعة باب كبير بالحقيقة واسع فالآن ثم كلام كما ذكرت أنت ثم شكون دعا إلى تجديد أصول الفقه وتجديد حتى مقاصد الشريعة لمواكبة العصر وهذا يلزم يعني عمق ويلزم دراسة ويلزم تخصص كل شيء واللي يقوم بالدور هذا يكون عارف فقيه بالشريعة وفقيه بالواقع أما مباحث جميلة ياسر وعويصة وفي غاية التعقيد. سيدي سامحني القواعد كما لا ضرر ولا ضرار وباب المفاسد وسد البراءة أنا معناها نحب نحارب سيدي يعني الدراء في الفقه معناها هي معتمدة بالأساس وإلا تأتي معناها في مرتبة ثانوية معناها القواعد لا تأتي في مرتبة ثانوية خاطر هي تأتي في غياب النص فالمسائل فيها نص واضح هذا هي صلاة فرض هذا هي خمر حرام ما فماش مع مصالح ومفاسد أما هذه يعتمدها المجتهد في باب القياس فلما يجي يقيس ويستنبط حكم جديد لواقع جديد ولنازلة جديدة يولي راعي المفاسد والمصالح والمآلات وهالكلام اللي نحكيو فيه واضح؟ فهذا يجي في مرحلة أخرى لذلك هو علم عزيز يستعملوه المجتهدين ما يستعملوش عامة الفقهاء واضح؟ شكون عنده إشارة تفضل؟ تفضل أنت شيخ يوم الجمعة في المسجد أنا دعاء معتي دي فهم أخت جيت عقلي دي قتلي رأي بدعة هل إنه صحيح أحمد يدينا من الدعاء بدعة مع أن قلنا مرينا قلنا بأنه تفضل على أكثر من 70 صحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم معناه في أكثر من موقع فارد في الدعاء أنت في صلاة الجمعة والإمام يدعي هو المشكلة أنه لم يثبت أن الصحابة كانوا يرفعوا أيديهم في الجمعة هذا يستدل به قلت ما ثبتش ولكن نحن نقول أنه ما ثبتش النهي عن رفع اليدين بالعكس عندنا نصوص عامة فالنصوص العامة يعني اترخوا في رفع اليدين في الدعاء وثم الناس ممكن يعترفوش بالدعاء بتاع الإمام يقول لك أنا عندي مطالب في قلبي وعندي مصايب وعندي مشاكل حبيت يا ربي في هاللحظة بتاع الإجابة فيزيد يا حبيبي وحده نقول له لا أنا أقول لهم الأمر واسع من شاء أن يرفع يديه فليفعل ما دليل ينهى من أراد أن يشير للسبابة اقتداء بالإيمان إذا كان الإمام يعرف السنة المعامل الإمام ما يعرفوش ثم الفقه مو يزيدي في الجهة بتاع والعياذ بالله وهذا خطأ وهذه بدعة فإذا كان مش عارف الإمام يرفع السبابة ويدعي لا بأس على قاعدة إن مجرى الإمام في الأطلب به واللي يحب يرفع شديد جملة يقول أمين هذا صحيح لكن يزمش ننكر العظمة المصيبة تاع الشباب هذوما هذا التعصب وهذا الغلو أنه تبنى فكرة وتبنى قول في الفروع على الناس يحب يلزم به الناس كل أنا مرة واحد يصلي في جامع نوتة هناك جامع الإمام مالك فهذه يدعي عند مقام الصلاة يدعي بالسر تكع لي لها قال له تديك بدعة ما شاء الله تبارك الله شوف هالجهل هذا ايش يتكلم لما محمد يعني مبتدع وثبت في مرجعين اثنين في السند الصحيح في كتب الحنابلة أنه كان الإمام أحمد رحمه الله يتحرى الدعاء عند إقامة الصلاة فيرفع يديه ويدعو عندما يقوم في الصفوف فالإمام أحمد مبتدع لأنه ثبتت نصوص في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين مواطن الاستجابة عند إقامة الصلاة وبعد الأذان فهذه أوقات مباركة
تفتح فيها أبواب السماء فليش تمنع فيها خمدان عيام؟ مصيبة يعني عرب عنه جهل يقرأ أربع سيل يتفرج بسوز الشيوخة في الفضائيات وخاصة المدرسة الخليجية فقط يعني يقول دي مش العلم عندهم أمركم انتقل له هو يتحدث المذهب اللي حبه وعنده قول يعتمده شوف غيره من المذاهب والأمر واسع سبحان الله ابن حجر العسقلاني رد على ابن القيم في بلاد القيم أخطأ فيه ابن القيم اللي انهاء عن رفع يديه وقال هذه بلعة مثلا ماشي الحنابلة اللي يراه بعضهم عن رفع يديه لا مكروه الله أكبر يعني خطأ قوم ضعيف وخطأ يعني كبير هل يعقل من هذا؟ مش له دليله حديث أنس في البخاري في الصحيح يقول ما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء العلماء فصلوا الكلام ده قالوا ما رفعش يديه يعني لم يرفع يديه رفعا بليغا هكذا حتى يرى ما ينظر إليه طيب كما في إلا في الاستسقاء أما رفع أنواع عبد الله بن عباس في سنة أبي داود قال الدعاء ثلاث أما الاستغفار أو التهليل فتشير هكذا بالسلام وأما الدعاء فهكذا ترفع يديك حذو منكبيك وأما الابتهال فترفعهما جميعا حتى الورب يظهر بزين الابتهال ده من يكون في صلاة الاستسقاء وفي الحرب وفي الاستغاثة والمواطن الصعبة والحرجة والقنوط وهكذا هي الدعاء العادي بتاع كل نهار يدعي في الصباح والمساء وكان عادة الصلاة في أسانيد صحيحة كان وذكرت أنا في كتابي الميسر في الأدعية والأذكار ورضيت على الجماعة دون في الهامش إشارة بسيطة عنها كان يرفع يديه حذو منكبيه مستوى الكتف يضمهما مش مسيبين يبسطهما مش يسكرهم كما بعض جماعة الدعوة يبدي يدعي كما جماعة بوذا يا ودي حبيبي هذا القبض وهذا البسط يبسطهما حل تأثرنا خطر بالهنوة والإسلام يبسطهما ويضمهما ويجعل بطونهما مما يلي وجهه يعني شوية أنكلينيك يقول مش هكا جميل لم يدعو سيئهما كيدا لا هكا صفة بالضبط ويدعي شو مش هكا فالإنسان يتكلم في حاجة ما يعرفهاش يسقط خير فقال عنها في أصول الفقه لا إنكار في المسائل الخلاف لأن المسائل الخلافية فرعية مش مشكل الأمر واسع لها ربي يهدينا سواء السبيل ربي يعلمنا ما جهلنا ينفعنا ما علمنا أقول ما تسمعون أستغفر الله لكم من الغفور الرحيم شكون تفضل حديث مثلا عن أم عائشة رضي الله عنها تقول مثلا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو كذا يدخل هذا في السنة القبلية يعني حكم الموقوف قبلية اللي شفناها المرتبة الثانية قلنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عن كذا يدخل في السنة هذا مش أنا زين بفصلها في السنة الفعلية لما نقرأ إن شاء الله من الحلقة شيء من السنة بإذن الله بإذن الله العالم نعم سؤال سؤال الأخت عن الصلاة الخمس يعني أنه تصل إلى حد 20 يوم 20 يوم يعني تفصيل الصديق قال لا أعلم حتى يعني كيفاش هل 20 يوم وهو من دار طيارة طيارة وهو من أدري مدري السفر يعني تناقض هي وين مدام بتسافر أنت تو مسافر كنت في سفينة ماشي من وين من الهند مش تقعد السفينة شهر قص حتى من يوم يعني مش عارفة شوفي إذا كان استقريتي في مكان أكثر من ثلاثة أيام فأنت مقيمة هذا عنه فقط هذا شكون يقول لك لا ما دام كان السفر توقع تتقصر قول ضعيف هذا يعني كيف في كل مكان يستقر أكثر من ثلاثة أيام وين تقعد ثلاثة أيام فما أقل تقصر ثلاثة أيام فأكثر عادي صار لي مقيم واضح؟ ما دام ما حددتش الإقامة بتاعك ما دام يعني ما حددتش قداش تقعد بالضبط هذاك الكلام فيه نظر بصراحة ما حددش السفر بتاعهم قداش على روحهم أخطأ يعني قصوا على بعض الصحابة في غزوة قالوا نعرف شو شعوره قالوا قصوا في الصلاة هكذا مدة طويلة الكلام فيها ضرورة على واحد ما يتسهمش لكن ياخذ بدينا من العزيم قول الجمهور انه ثلاثة أيام فأكثر يولي مقيم أقل من ثلاثة أيام يولي مسافر يقصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم